هل المذي يوجب القضاء في ايش؟ شهر رمضان؟ ايش؟ المذي نعم. يوجب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة؟ المذي لا يفسد الصوم، سواء كان الصوم رمضان أو غير رمضان. المذي لا يفسد. لا يفسد الصوم، نعم. إذا قلنا لا يفسد لا يوجب القضاء. هو غالبا لا ينزل إلا بشهوة، حتى لو كان شهوة، حتى لو قبل امرأته أو باشرها وأمدى فإنه لا يلزمه، فإن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء.